إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، عادني الله منها وإياكم. وكتابك إني صحيح الترغيب وترهيب، وحين كصوب حني سدح يدرسي وغريين حالي كل ما يسري كتابك على الإخلاص، إن إلهي سبحانه وتعالى لو قار يلون يده عبادتنا كل جيل السيو، وحكو حكسي كتاب الصنة، أي هذا محله ماشي سيد النبي قوي نوع أمر رئيس صلى الله عليه وسلم إنا نورا عن السنة النبي محا وجوه رسيي إخلاصك وحي عبسي يجعل كسا أصلا إخلاصك وينصامر سدح دي درسي كواد بين قصامر درسي كواد كلا بدي كيستحد عاود درسي أبو سنة سيدا لينوج علي سي سنة النبي جاني نور عنه صلى الله عليه وسلم، وأنا كتاب كلا بعد كتابك صحيح الترغيب والترهيب. شيخ وحراء الترغيب علي سن ليست علي سيو في اتباع الكتاب، إلهي كتاب كيسين للراعو وقرآن كي يوحك صاروا ريل الراعو وسنة سنة النبي جنين للراعو صلى الله عليه وسلم. حديث كصدن يتضبع يكبل أبو الشيخ عن إرباد ابن صارية صحابي قال يهدو رضي الله عنه قال إرباد وحيري وعظنا وحان وعديي رسول الله رسول كله من وعديي صلى الله عليه وسلم موعدة أيون وعدي رسولك وانو أيون وعديي وجلت أي قريرتي منها وانا ذا حق ذا أي كقريرتي القلوب قلوب تيدو أي قريرتي وجلت منها القلوب يعني هي وضنها يجا قلب قوى وضنها إيه وضنها يجا وقريري أو ذرفت أي الميسي منها وعد يا رسول كنا وعدي درادي أي الميسي العيون عندها يجو فقلنا وحنا كنري يا رسول الله رسول كيلا هيو كان وعدي يعني موعدة وانا إني تهي أو مودع نسي ودعيسة مو يعني موعدة دون كنا جسي تجي سو أنا أيال موضوعي سحابة دي كوي رهدين فاوصينا نو دردارن كاقا وحنغسي بي سحابة دي كوي رهدين رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نو دردار بيهن فاوصينا نو دردارن قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم أوصيكم وحاندين دردار ميا بتقوى الله إلهي أبسدي سايان دين دردار ميا والسمعي إنا مقشان دادك مدح دي دين علمي يشار ابن مدى يا أمر كي النهي جا دولة دا إسكت ضوبا يا أمير كي نح إذن حكومة وسمعنا مقشان بندين دردار ميا وطاعتنا أضيعنا مدحدين أيان إذن دردار ميا بالنبي قولي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر هدو أمير إذن نقض وإن تأمر عليكم هدو أمير إذن نقض عليكم قوت كينا عبد أدون هدو أمير إذن نقض أدون هدو أمير دين نقض إتكلا إسكدا يا وايو أدون كو حق ولها مرك الله يقع حكام تشرع يقع إنه أمير نقضه وأبو وحلا لي هاي يفعله كلا بلولي مرك النبي يقول يعني سدو يقول حيل فجانا يو إن لا يص أضيعه أو وانا قال يسكو أضيعه خير قال يسكو أضيعه قفكو إلهي إنه ما لحدي سأضيع عيني دين تهاي وآخرية أدون كبو وكل يبانا لذلك رسولك حلو وإن تأمر
هدو أمير دي نقض عليكم جود كينا لا يدين كدقو عداع وإنه محايا لي من يعيش قفك النول أو منكم يدين كيدين كمده فسيرى وحارك دونا قف كان هذا اختلافا خلاف وارك دونا أو كثيرا بدن مركان يدين لي هاي مدحدين أطيعة محان صوتها يدين كل شيء يا أبو رسول كويدي إنه من يعيش قف النار أو منكم يدين كيدين كمده مسلمين تهداتهين فسيرى والله كل مدون خلاف أو كثيرا بدن فعليكم سداد رادد وحا قود كينا واجب مانتاي كوة فعليكم قود كينا بسنة سنة وهي خلاف كأيه دين كيرا ينسا فعليكم قود كينا بسنة سنة إذا يانا دين در دارما يانا قبستان وكدكتان وسنة خلفاء وحكروا قبسان يسان الخلفاء خلفاء دي كوي عنيق خليف كيغا أها إميشا عنك تقبو حيي ايه ايدين مامولاي وابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ايه خلفاده انا السنه دي قبصده اي ايدين جديين خلفادي الراشدين هانو صنيد خلفادي الراشدين هانو صنيد واكو المهديين هانونك كسونيد المهديين ايه هانو صنايا ايه هانونك هانونكو ده هدار رعدان هانوني سين كو انا السنه دو ده كلها المهديين مهدي وحلوب حيا قفك يعني هي مرتي هنونصا أيال هذا هبلوا مهدي مركب مهديين ولا جمعيو جمع مذكر ثالث بالله قدي جاي ويايو محن كنا نون بسيد عليين وكلا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كوا اللي هنونية هنونصا ضو قنينة باليدي عليها سنة جود كذا بالنواجذ الجوستن بيت كوا قنينة معيها كو قنينة نواليدي نواجد أدراس تي عنياب تلبض أبو الغوفة سرا كو قنينة باليدي سنة النبي يا سنة خلفاء الراشدين تعضوا قنينة عليها سنة النبي إيو خلفاء دي سيدين جديين قنينة بالنواجد قمارتي معيها قمارتي كل دقاء ومعيها كل دقية أما قوس تنبيتك قوساسك الدنبي مارتي كل دقية وإياكم وحاندين كالدقاء يا أبو رسول كيري يو محدثات الأمور أمورها اللي سود درين دوني بدعادة الدين تلوشي قدونه وحيابا بدنو النبي آنو چدينين قرآن آن دليل لوغا هينين خاصة دليل خاصة آن لوغا هينين النبي قنا آنو محان قرآن مارك تي صلى الله عليه وسلم السيقار إذن كو چدين إيادو إله يدن اللوغو دوائي أشياد النوع عاسا وإياكو حاندين كلا دلقيا يو محدثات الأمور أمورها اللي سود درين دونه ee bidcooyinka ah diinta loo akeysin doono diinta aan kamid ahayn quraanka iyo sunnada kamid ahayn amalkii rasuulka iyo amalkii saxaabada aan kamid ahayn taas baan idin kala digaya maxay leey fa inna kull bid'atin bid'ada dhamaanteed marka diinta laga hadlaayo maaha bid'ada adduunyada iyo waxyaabaha ikhtiraacay nolosheenu ay u baahan tahay taa looma jeedey ta diinta ayaa loo jeeda fa inna kull bid'atin maxay leey bid'a kasta wax kasto dariiqasto loo jideeyo ilaahay loogu dhawaado وعن طريق القرآن كي السنة النبي كي الصحابة رضوان الله عليهم أنشق كلهين ضلالة بعدي وهي وأكو بعدي وبسانو ضلالة وبعدي تكف هذا رواه حديث كابو داود باوري والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح البخاري وقال الترمذي وحولي وحديث حسن صحيح وهي قوله هذا الكيس ويلي عضو مرت قنينة عليها قلت كذا بالنواجد النواجد كو قنينة أي اجتهدوا معنيه ساسين قنسا كودة دالة على السنة السنة إذا كودة دالة وألزموها سنة إذا لازمة أو سنة إذا مرتها كبحنا وأحرسوا كودة دالة عليها سنة كما يلزم سدو اللازم وكودة دالة العاض كقنينسا على شيء شيء كقنينسا بالنواجد قوسيه سقفك دونية قفك شيء قوسيه كقنينة يساني وقلو من سدو كودة دالة سداس وكل السنة إذا نمرتي كدة دالة أو قنين سنة دوية خوفا إذن كو كبقايا من ذهابه السنة إذن إذن كتكتو وتفلته وخوفا من تفلته إذن كو كبقايا سنة إذن إمارتي إذن كفكتو سدا يالب رسول كل صلى الله عليه وسلم والنواجد النواجد بالنون مركر نون الآخرية
والجيم جيم كي والذال ذال كي المعجمة اللي لها مركة الآخرية هي الأنياب نواجدة ومعيها باليري وقيل وحل إلى الأضراس ما هو جوسهنا ولا يري جوسهنا ولا يري حديث كالصدني يسدي ذات ويسوون حديث صحيح حديث كان هو رأي نصوم الرأي وصحيح وهي علامة الألباني وهي حديث كالوضع مرتي عاوة وحديث كالصدني يسدي ذات وعن أبي شريح عن أبي شريح الخزاعي أبي شريح الخزاعي وقادقي ويناء قال وحيدي خرج علينا ماها وعن أبي شريح الخزاعي ونري خزاعاوي قال وحيدي خرج علينا وحنوصى بحي رسول الله قادي شريح يسقو مارتي ومارتي وري يمن ويمني وي لكن كان ونري خزاعاه وعن أبي شريح مارتي الخزاعي قال وحيدي خرج علينا وحنوصوا بحي وصحابي نكك لو تابعي وي وعير خرج علينا وحنوصوا بحي رسول الله رسول كله وحنوصوا بحي صلى الله عليه وسلم وفقال وحي رسولك أبشروا وارب شاريست برسولك يلبودي أبشروا بشاريست ومحاد عي أليس ميدان هين هدا الصحابة يومد النبي محمد تهين تشهدون قار قرايا أن لا إله إلا معبود بحق إلى حق لو عبدينا نجرين إلا الله ألم يقار قرأي ميدان حين وأني أنا قنا ميدان قرين رسول الله نه رسول كيلهي إرجي إلهي قالوا صحابة حين بلا وأنا قرينا هنا نقرين سكده قال وح رسول كنقول بودي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن قرآن كان هاي ستان إيه إلهي إذن سوسي يعني كلا يقصد دشيء سبب واحد قويه قرآن كوا حرق سبب حرق قويه ضرفه حرقة ضرف كيس الله بدأ ضرف ضرف كمدي بيد بيد الله إلهي عندي سكجرة إلى القرآن كالله كخذ لي مركب قرآن كوا حرق دينك يا إلهي ضرف كسر رأي إلهي بوجع عندي سكجرة وكو وضرفه ضرف كحرقة هو سي بأيديكم إدينك عندك هيا marka quraanku waa xadhig idinkii yaalla idin dhaxeeya xadhiga darafka sareeya ilaahay baa gacanta ku haya darafka hooseeyana idinka oo maarta muslimiinta baa gacanta ku haya waa ko e fatamasaku war xijista bihi quraanka xijista fa innakum hayala idinku lan tadillu war mabadiyo baysan walan tahliku mana halak samaysan ba'dahu quraankaas ka gadal أبدا ولقين من الله ميسان وبعد يوم ميسان منها منها مرت هلاك سميسان أنت القرآن كأهي ستان الدرف جعلنا إلهي دين كوهي دين نج عن تكلك كوهي سان إلهي سبحانه وتعالى مرك القيامة هي قبر جبا دبل دين كوه اللي القرآن كحر جاء سيرها عيسان ولقين بعد يوم ميسان أو ولقين محن كله هلاك سمي ميسان برسول كويلي رواه الدبراني حديث كان إمام الدبراني وريه في الكبير الكبير كيسو كوريه بإسناد جيد بك إمارة إيوك صوصاري حديث كان صنع الشيخنا وحديث سياحة وهي حديث كصدنية سيالات وصحيح لغيره وهي طرق دي سمرك اللي سجي يو أي صحيح نغني حديثك روى وحاورية عن جبير روى وحالقوري عن جبير ابن مدعم صحابي جليل قال وحيلي كنا وحان وحين عند النبي اكتسان وشوقني صلى الله عليه وسلم بالجحفة ماشا جحفة الله يقانه ماشا جحفة لو يقانو أيان النبي جوغني صلى الله عليه وسلم أكتيسا فقال النبي قوحو يلي أليس ميدان هين جحفة وشام وماشا دادك حجاج دمارت شام كايمانيسا أي حاجك كسو مارت كسو حرطو وإنه عمدها يكسو مرأي هن اللهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة مارك جحفة أيان جوغني فقال وحو يلي أليس رسول كبان قو يلي أليس ميدان هين تشهدون قار قرايا أن لا إله معبود حق عبدينا نشرين إلا الله ولا مويانه وحده كريجيو لا شريك إن أنا عدو حلو وسجنان سامي إذا قرين أو أني مي إذا قرين أنا قنا رسول الله رسول كيل أنا إلى إن أنا مرتي هاي إذا قرين أرنت صدحات وأن القرآن قرآنك جاء إنه كيم من عند الله إلهي اكتس القرآن كنا إنه كيم مي إذا قرين
قلنا وحن كنا دي بلا إن أن نقرين سكدا يوان قرصنا هاي قال السداد رادد با وحو يجي رسولكو فأبشروا هدا انت قرصتين هدا با فأبشروا بشاريستا فإن هذا القرآن حيلي فإن هذا كان القرآن قرآن كان إلهي إذن سيي ضرفه درف كيسو يعني وحرقو ضرفه حرقا درف كيسا لنا كمدي بيد الله إلهي أنت سأيو كجرا وضرفه ضرف كالبادنا بأيديكم قعمهن أيها دا مسلمين تتهين أيو كجرا وحرق إذن كي الله إذن دحيا فتمسكوا ورقوا حرقا هايستا به وحرقا سي وقرآن كي إلهي هد إذن قيني فتمسكوا حجيست به قرآن كا ومارت وحرق حرقا سيانو قعمهن كفكا فإنكم حيالي لن تهلكوا هلاك سمي ميسان ولن تضلوا باديو بميسان اللوم ميسان بعده قرآن كن كجدال أبدا ولين اللوم ميسان هلاك سمي ميسان رواه حديث كوحا وريي بزار رؤيا وريي والدبراني في الكبير بوكو وريي والصغير الصغير كان بوكو وريي دبراني بصدح كتاب له وحال هذا الكبير يوم مارتي والأوسط يوم حانكو مارتي والصغير كتاب كي دبراني وينا يكيد أحد حات كها مركو حكوري كبير كي صغير كي كوري حديث كأفرتنات أو صحيح هاي سجنا وعنه أيضا وحال جوري حديث كهرس كلا وجوير ابن مرت ابن مدعم مرت الجوير ابن مدعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وي زعاب جوري وحال جوري واكو وعنه أيضا مايا أسبوري يعني ابن عباس بوري وحيري ابن عباس بوري حديث كان وعنه أيضا وحال جوري يعني ابن عباس بوري مرك وقلي وعنه مرك أنا وحن يعني هي كسر قاضي الأصحابي كهر جوير إنه مدعم لكن حلو سجى حقي سوى حال جوري مرك سوى حقلي قوس يعني ابن عباس وحديث كافر تناده أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم با خضب خطبي الناس صدت كي بو خطبي في حجة الوداع حج كي سند كي حج كي نبغو أنا دب حجن سدح يستيت الدوري يستيت المعلومات بو نبغو سينورا وحج كي أوسي ودعي مسلمين تأوسي محنكو لدا أوسي مع سلامي رسولك وصبت سا حجة الوداع لويري قفو مركا دي مكا نين سفري وكاتك يوا لسيدة ويا لا ايربوت كالبو سيدة ويا نبغو ناس حابدي سسند كاو لحجي بقول يلا باتكم صحابة أبو أيو لحجيو ووسي خطبيو دردارا بطن ووسي شاقيو ووسي ودعي ووسي دوي مركا رسولك أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم خضب وخطبي الناس ددك في حجة الوداع حجة الوداع بددك ووسي خطبيو فقال وحولي إن الشيطان نينك الشيطان لا يراه ذا قد يئس وكقوستي أن يعبد إن لو عابده بأرضكم قلك آدق انتهين روايات كره بجزيرة العرب جزيرة العرب عربي دق انتهي النبي محمد لقصر الحساري دين تنا ما أنت إلهي وكحن باري معناها الشيطان كو إن لو عابده وكقوصة حيالي القرآن كي سندي النبي أيها دقي إن الشيطان كو كقوصة أن يعبد إن لو عابده بأرضكم الكينان وفي رواية جزيرة العرب ولكن لو نقي رضي شيطان كو حرها لكو نقضي أن يطاع إن لغو أدعوه إن لغو أدعوه فيما سوى ذلك فيما وحي سوى ذلك أنا هين توحيدك إلهي مركي هرم مشركين بيهاينو إلهي قير كيبي كو عبد جزيرة العرب نبي محمد الرحمة يا قرآن كي يسندي للا صدر يبايمي جيدا جيت كي شرك يجعل لماذا إلهي بقى جنت كشري توحيد كي بيلقب صدان مرك ما أنت لقى بالأبو القرآن كي يسون هذا إذن كوه يست الشيطان كو إن إلهي دب جزيرة العرب إلهي قيل كل عبده والشرك دب وكسر لكن شيطان كو حرالك كي هاي مما سوى ذلك وحي عن شرك معاصية رالب كي هاي ذلك ومما وحي كم إذا أيها رالكو يهي ها تحاقرون أحمر حق ريسان ومن أعمالكم وحيا بها حق ريسان وأعماشين إنو إذن كو هلاغو إنو إذن كو هلاغو بوشي كم إذا هاي سارقدي
يزندي يحسدك يحمانتي واكو وحصل إلى شيطان ما مانتي سكود راية ولي روايات كقار وحوجج علي هي حق رسام وحكم ده ولكن تحريش بينكم ولكن ولكن نبي وحلو حكم ده وحيابها وكقبصا تحريش بينكم إنه لحد يسكت روح مركا ولكن رد يا وحو كارهالك النقضي ذلك كاس أو مما وحي كمدة تحاقرون حق ريسان ودنوبة ومن أعمالك وأعماشنا إنه سكت كندرو أي كمدة وحا حق ريسان إيه فحذروا ورشيدان كدك تونادا إني محايا لأنه قد تركت فيكم بالرسول كيدي وحن لحدي إنك جتجي ما بان كجتجي إن اعتصمتم هدا اسكو دورتان به كا هدا اسكو دورتان ما نحدي انك جتغي فلن تضلوا ايضا باديوبين ابدا عبد كي وحيدا باديوبين هدا قبستان ما نحدي انك جتغي واكو او ما حي كتاب الله اي تركت كتاب الله الهي كتاب كي سيما نك جتغي وسنه النبي هي سنه النبي ان نواند كي جتغي عليه السلام الحاكم وقال وحول صحيح الاسناد سنة كحديث كوا صحيح وهي احتج البخاري إمام البخاري عكرمة لكن مسلم مصر صاروا واحتج مسلم مسلم نوح وحجيسته إيه بأبي أويس أبي أويس من كحديث كان لبضو قلبه ويسو صار البخاري نقار بو سوى عكرمة كورينا إيه أو ابن عباس وكسي ورينا إيه أيو سو صار مسلمنا سقو بأبي أويس محان كورا دامارتي دليشنا إيه أيو سو صاري مركا مدوري بقار بو سو صاري مركا السادة رادد حديثكم متفق عليه معها إلى المدو اللي بيرج مرتي رجاشة بخاري متجار واه يا رجاشة مسلم متجار وها مرتي أي المدو اللي بيجار كيسووري وله حديثكم حلية أصل أي كلية في صحيح سوى بخاري قصة صحيح أنا وش رأيوا حديثكم حديثك كوبيا فرتناد عن ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه قال وحده ابن مسعود الاقتصاد إن لا دح حيسته في السنة السنة ابن مسعود بارنا وحديث موقف كوه وصحابي جليلة عبد الله بن مسعود أمرت وعير عبد الله بن مسعود الهدلي قال وحول الاقتصاد إن لدح دحيسته في السنة السنة إن لدح دحيسته قفك السنة أمرت ودح دحيسته ونقولونا كسمين وكحد قد من إسلام كان كجابين يعني هي مال دح دحالة والسنة كعمل فلو وكبرته بأحسن وكون أحسن من الاجتهاد إنه كد داله في البدعة بدعو عبادات فربضا يقولوا إنه كدعه يسوى إسلام بطسو وصنة دي مركة حاجة كلاو قدعه وحاكفي عن إنه صنة دي حد حيسته إنه مارت إنت بدون حلالي أهل البدعة إنه بدعة كدعه محاكيناي دذال بي دونيا دذال دذال أن الله يرسول كيسو أمر أي دونيا إنه حاجة كلاو قدعه لذلك وحريدك وصنة دي حد حيسته كفي عن إنه يبلاي عن عديدين دران والعياذ بالله رواه الحاكم حاكم بابري حديثنا موقوف وكيه عبد الله بن مسعود وقال وحولي اسناده حديث كان اسناد كيس موقوف ككوي عبد الله بن مسعود عشر ديهما بخاري مسلم وشرد قود الله يقو وايه حديث كان بيها فرتناد عن أبي أيوب الأنصاري أبي أيوب الأنصاري وحكى له أي كتب تقار نسخ غار قرآن حديث كين لجوري عوف بن مالك الأشجعي عوف بن مالك لبضة بكودون بها لجوري قال وحي لي خرج وحا نغصو بحي علينا قود كينا وحا نغصو بحي رسول الله رسول كيله ما نغصو بحي وهو مرعوب يسقو لعب سجلي رعب كوا عب سده وهو مرعوب يسقو لعب سجلي وفقال مرك رسول كي وحي نغو يلي صلى الله عليه وسلم أضيعوني واري أضيع أبو رسول كي لي ما كنت انتي أنجوغو بين أظهركم انت عند حدي نجوغي يا ضيعة بو رسولك نقول أضيعوني يا ضيعة ما كنت بين أظهركم انت عند حدي نجوغي يا ضيعة وعليكم وحن إذن كل الدردار ما يامرحن إذن كتغنا بكتاب الله إلهي كتاب كيسينا قفصتان أحلو ورمركان إذن كتغو حلالية حلاله كتاب كيلهي وحيدين حلالية عنا وحرمو حارانتمية حرامه كتاب كيلهي وحيدين كحارانتميينا وارسك الدائي ومارتي الزندة إيا حمانطي بغتية إيه محمد قرر الرباط يوحي كتاب كلايد إنك حارنت مينا حارنت سكتك رواه حزك ولي في الكبير ورواته رواد سنة ثقات وثقات وإيه
حديثكنا سهل بان شيء انك لا ابي ايوب الانصاري مرت خالد بن زيد بالله يرحمه مجيس عادي خالد ابن زيد بالله يرحمه اللهم استعان وهي حديثك صدحيا فرتناد رواه يعني مرت حديث ابن مسعود الموقوف حديث ابن مسعود ابن مسعود كتاغنا الذي في الضعيف فذا كسو صاري ترقيب كي ترهيبك الباني بس دا مرت ايا وضعه مرفوعا صاري جابر بن عبد الله واسناده جيد اسناد كي سنو جيد هي يعني هي حديث تنادو حويا رواه عمارته بحديث ابن مسعود ايا مر لبعض هل كان كجري او موقوفك ابن مسعود كؤه الذي في الضعيف كاسو حنكر هذا مجلد كضعيف كي كواد كتاب السنة ترقيب كي يترهيب كألباني كسوغن ايا وحا صو مارت الغوري سوغو مرفوعة ومن حديث جابر بن عبد الله واسناده كاسنا السنة كيسو وجيد يهي وجيد يهي واكو مركا وحوجي ذا اي مارت المرفوع اي المثبت سوغن مرت والمثبت الأوضح وسيأتي وحوي من دون أبو الشيخ الألباني حقه محنك هذا حاشية وحكولي وسيأتي وحوي من دون لفت الحديث الجابر محنك هذا وحكوي من دون محنك هذا في صدح يتهم بكوك من دون فضائل القرآن الترقيب والترهيب قراءة القرآن بكوي من دون لفت جنو سو جابي حديث كسنة صحيح وحديث كصدح أفريا فرتناد وصحيحة وعن عابس بن ربيعة وحلق وريه قال إنه يلي رأيت وحن أركي عمر بن الخطاب أركي رضي الله عنه أو يقبل أردن كنايا الحجر دقيح يردن كنايا دقيح أسواكي يعني الأسود حجر الأسود أي أركي بول عمر أردن كنايا رضي الله عنه أو يقول له محولي عمر بن الخطاب إني أنيقو لا أعلم وحنوغهي أنك أذيقو حجر دقيحتهي حجر لست كوالا لون كذا مركل عمر رئيسنا يو أما الحجي هذا كان سوى شو ذيك الله والله إشارة أون كأنت ما تسأل الله إشارة لون كذا مارت ويقول سقوله إني أنيقو عمر الخضابة أيا عليه إني أنيقو لا أعلم وحنوك هاي أنك أذوق حجر يا ضيح تهاي لا تضر إن هذا واحد يبات عندنا وجيسن كريم ولا تنفع وح أنفع على إن هذا هاي نرجع حتهاي أيا نوك هاي ولولا هدي لا يه إلا ملأ إيه أني أنيقو رأيت إن أنا أركي هدي لا يهي أني أنا رأيت إن أنا أركي رسول الله رسول كله صلى الله عليه وسلم أو يقبلك كل كنا إياه هداني تشرين إن أنا أركي رسول كله يا كل كنا إياه ما قبلتك ولي جبك مرد كذين بول ولي جبك مرد كذين معناها إن حجر سود كلا دون كذا إيه كعبة إن لا دوافه إيه إن عرف الله يستأجو إيه إن منا ما أنت طبناد تما على سكجا حيرو نيف كل جوج ورعه وحاصل أميوا يعني سندي النبي يأخذوا عني مناسككم إلهي بنقوله ولا ناين أمري لكن إن هذا كان فريستي إن هذا جحدون كطيو وحبك تر ميسو لكن محل لو جد دواء اتباع إلهي رسول كسال الرعية أو إني إنه أمر كيف لني أو متقين نهايو أمر بل لو جد وانية سأسبع مروح يري أنتو حجر رسول كلون كضي النبي محمد مرتي أنا رجل كان يكبر له كذنبول لأن النفع يدور تونا مدى نجح باتها لكن اتباع الرسولك يسنة النبي قد مارتي كوريالي دي دي دين تراعي دي دي عمر كاسي يكلف يبول هدانا نكوارك بلي رسولك إلا يقبلك كل نكونا إياه ما قبلتك كمارو كذين رواه بخاري ومسلم بخاري ومسلم حديث كسوصارية وأبي داود والترمذي والنسائي حديث كشان يفرتنا سنوى ابن عبد الله ابن قشير عروة ابن عبد الله ابن قشير كوري قال وحوري حدثني وحي والرمي معاوية وتابعي ابن قرة معاوية ابن قرة وتابعي قاسبا وحن كوري ويسنا كورينا يعنى به قرة 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 ابن إياس وصحابي مرت الجهني عنى به وحو كوري صحابي قال وحوري أبي رسول الله رسول كيله ونومي في رهد أنيق والله صعد كوح أو من مزينة قبيل كيجا مزينة لا مدا يعني مرت كم مدا أيان رسول كويمي أو فبايعناه ونلبايع تني هو رسول كمان ونلبايع تني فبايعناه
rasuulkii baanu la baayactanay oo islaamka iyo daaco iyo aanu kula baayactanay diinta ilaahay inaanu kor yeelo, wainahu rasuulkuna maalinta aanu imi aniga iyo reerka iyagu aanu la baayactamaynay lamudlaqul azraari, badhamadiisa yacnihi halkaa shaadhka ama qamiisku yahay badhamadiisaasi way furnaayeen laabtiisa, halkaa badhamada laabto azraarta maratay lamudlaqul azraari laabtiisu way furnaayeen, way furnaayeen geliyey marka yadii gacantayda ayaan geliyey fii jaybi qamiisihi jeebka kan aynu wax ku ridana maratay lama yidhaahdo luuqada carabiga marka axaadiista laga hadlayo jeebka qur-aanka iyo axaadiistaba kusoo arooray waa intaa furan ee dhuunta, intaa dhuunta ee furan dhuunta qaybteedaa furan baa ladhaha jeeb ayaa la yidhahdaa. Faadkhaltu waan geliyey yadii gacantaydaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa qaybtaa qoorta ee u furan ayaan gacanta ka geliyeyo maratay markaasaan xuliyey ilaa gacantii xuliyeyo famasastu way taabatay gacantaydii alkhaatama khaatamkii nebiga lagu khatimay ee garabka nebiga labada garab dhexooda ku yaalay ayaan nebiga ka taabtay. Nebigu saxaabada iyo markay taabanayaan iyo inay maratay anigu uu jeclaayo muu diidi jirin ila waa jacayl iyo saxaabadiisii iyo asxaabiisii ridwaanullahi calayhim. Famasastu waxaan taabtay buu yidhi alkhaatama khaatamkii dhabarka dambe khatimay calaamadii baan taabtay. Qaala wuxuu yihi curwata, qaala curwatu curwa wuxuu yihi famaa ra'aytu ma arag mucaawiyata mucaawiya waa mucaawiye ibnu qura iyo maratay maratay walaa ibna maratay walaa ibnahu iyo wiilkiisii weligay ma arag qadu weligay ma arag fii shitaa'in xilli jiilaala weligay ma arag walaa sayfin xilli xagaagana xilli xagaagana xagaagana weligay ma arag ilaa mudlaqay lasraari ilaa maxay haddaan arko isaga iyo wiilkiisii uu dhalayba ilaa mudlaqay lasraari ilaa badhamada maxaan ku dhahdaa badhamada qamiiskooda ugu furnaan jiray. Macnaha sunnada nebiga ay kusoo arkeen ee nebigu xilligaa kulul badhamada qamiiska u furnaayeen ee aabihii gacanta uu geliyey ee xadiiska aabihii uu ka wariyey ayuu qisadii buu weli haystaayo weligii maratay dhaqankaasuu ku dhaqmi jiray oo badhamada maratay qamiiskiisa mu xidhan jirin buu yidhi. Rawaahu ibnu maaja baa xadiiska wariyey wabnu xibaan fii saxiixihi walaftigana lahu ibnu xibaan baa iska leh waqaala ibnu maaja wuxuu yidhi ilaa mudlaqatan maan arag buu yidhi ilaa iyadoo furan mooyaane ilaa mudlaqata azraaruhumaa labadoodaba mucaawiye iyo wiilkiisu labadoodaba iyagoo badhamadoodu maratay ay furan yihiin badhamadooda qamiiskooda isagoo furan yihi mooye wax kale ma arag. Xadiiskaasina waa saxiix saynu sheegnay. Marka axaadiistan oo dhan in sunnada nebiga la raaco oo nebiga dhaqankii lagu arkay iyo waxyaabii lagu arkay oo dhan in itibaaca maratay lagu dadaalo bay axaadiistan u daliil yihiin. Xadiiska 64aad waa saxiix isaguna albaani baa tasixiyo وعن مجاهد مجاهد بن جبر وأردقي محانك هذا أردقي بن عباس وي ومفسر كي قال وحيدي كنا وحن نهين مجاهد با وحيدي وحن نهين مع ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن لجوني رحمه رحم الله لا رحم إلهي هون حارس سفر بانو عبد الله بن عمر بن الخطاب لسعني وفمر بمكان ميل بصومري وفحا عنه ماشي بوكل هذا مركو ميل شي كصوبحي بوكل هذا ما حاجه بيه هذا ama xagga midigta uga leexday oo fasu'ila saxaabadii dadkii la socday iyo ardaydiisiiba cabdillahi ibn cumar weydiiso fasu'ila waa la weydiiyey lima facalta dalika lima maxay baad facalta u samaysay dalika arrinkaasoo maxaad uga leexatay. Qaala wuxuu yihi cabdillahi ibn cumar raaytu waxaan arkay rasuulka ilaahay salallahu aleyh wasalam oo facala sameeyey hadatan rasuulkao meeshan soconaya baa intuu kusoo baxay buu leexday oo fafacaltu waan sameeyey. Rawaahu xadiiskan imaam axmed baa wariyey والبزار هي بزار بإسناد جيد معنا عبد الله بن عمر سخاصة أفعاشي رسول كي يميل كستومرو ميشو فريستو ميشو حرصدو ميشو كو كاتشو ميشو كو يسيستو يعني ميشو سيحدو ميشو مارتا حرصدو ما ننتاس انت بو أثارت النبي أيورا راعي جري لكن بدن كودو هو وحس كم مباحة أو وحس كم مباحة أو نبي قو ميشو سيحدو إيو ميشو كون نستي إيو إيه عادي هانو كون نستي إلادة ما arrintaasoo kale lagaga dayan maayo laakiin isagu si mubaaxaho iska bannaan buu ugu dayanayey yacnii maratay marka itibaaca nebiga uu jecel yahay meeshu nebigu marayba waa u cibaado laakiin meesha lafteedu yacnii maratay meel nebigu markuu lugeynayo maratay meeshu lugeeyey in la lugeeya qasab maaha ilaa cibaado loogama jeeday markuu nebigu tabuu kusii socday meeshuu sii maray
معناها تبوغون إيه جهاد كسوق جدي إن مش لفتي دي عاد مرتا عبد الله بن عمر سوق كده ذلك شري اتباع النبي يقولون عادوا تعالى صلى الله عليه وسلم هذه اتباع حتى شيء مباح وأنصرنا هين أما واجب هين مرتي أيو سمين جري قوله حول حادة وكل بالحائي يودا المهملتين دال كل مرتي مرتي عند بعد الهين أي تنحى عنه وكل حدي واخذ وحق مرتي وقال له يمين لنا عمدته او شمال لنا حق بيحدا حديث كتطبيه فرتناد عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه سي ابي بكر رضي الله عنه انه وحي انه عبد الله بن عمر وحي كان ياتي انه عبد الله كان وحوها ياتي مد يماده شجره جيد بو يمين جري ودخيه بين المكه مكه يو المدينه المكيه مدينه جيد ودخيه بو يمين جري او فيقيل ومرتي مركا وكو هاد غالبيت سنجري تحته تحتها مرتي هستيد فيقيل تحتها قال يقيل قيل شد وحوي مركا صلاه الظهر لتكدو هردد يرى دنب صلاه عصر لو سوال راه وا وان قيل شنيا مركا جيد مكي مدينه دخودا انت يمادو با فيقيل وسيحان جري مركو صلاه الظهر تكدو عبد الله بن عمر تحتها هستيد هو يخبر مركي لو يديه اللي لم حدو سوينا سوا يخبر وحو كورم جري أن رسول الله رسولك إلهي كان ينوها يفعل مت سمية ذلك هرنتها نبي قساس من جري بود مرك يعني وش شيء كم مباحة نبي قيد وبري هرصدي عباد الله ما تجو عباد الله ما لأن مارتي أريد أنه عس عبادة كذا لم يسوا النبي أنتو مارتي أنتو قارو أنصنا هين سدو عن جري محنكر على الكيسة عادات كيسة قبيسك يعني أفعاش السجود سنة ده مركا لقتها نلاش عادية مش عمل جيء أما كوكا شيء أما محنك راو يرفع ليستي أما عد هذا وكهر صدي عبادة خاصكم مسوا عرورين واسكم وحوي مركا مباحث مرتي وحس كبنان أو حس كبنان أدان مركا لقوا في النوبة هين وفي النك لكذا لنين رواه عمر بن الخطاب أي وحو أركي جيت كيلو رنشري بيعة الرضوان صحابه النبي أي كل باي أتمن مركي عثمان بقى اللي دلي محنكر رسول الحديبية أي واحد أركي ضد آخر كي دم بيجي جيت كي مرت عبادة وتجيه جيت جيت كي بوشر عمر الخضاب جم بوكسي لأن جيت ك صحابه دم بقى ماشوا كشر تيو كل محنكر هذا مش اللي جو في ليه يو محنكر هذا أيه هيدا عبادة ماشوا ما هين مرك بعد الرسول كلا لبى أتم يدي له الدين تسين له أوجا دين هاي لكن جيت بعد كلا جهر صدي عبادة جارك مسؤولين وياه رواه البصير بسناد لا بأس به بكوري حديث كستيدي يا فرتناد وعن أنس ابن السيرين أنس ابن السيرين أيو مارتي قال وحوري هدي مرك وحوري ألباني حقه هو حقوق بنايا روايات كقار مخطوطة ابن سيرين أبو شجية، مركه هلكوا أنا سكيلنا وحفي عن اللي راهو حلا محمد ابن سيرين، وهي هدي الله إدلاقه، أنت بدل محمد بالوجدة أنا ابن سيرين يو محمد سيرين نوا ولا له يحفص بنت سيرين يو سيرين نوا أنا ابن مالك بوها أني من بدنه من أهل خير بوها سيرين إلى هاي أبو خير قبه ومحام كل هذا تابعين تكوي وفضل لك بدل أي إلى هاي سيء سيرين وحوها نين مولاه أو يعني أدونا أول حريي باي لهي وحكري كوة درجوين كوسر هيا له تابعين تا مركز ساعة عرفت السنة لهي تابعين يا تابعين بكري قال وحيري ابن السيرين وحيري كنت وحنها مع ابن عمر ابن عمر بن الجوي رحمه الله إلهي ما هو نحرسته بعرفات ماشى عرفات لا يلاهظه مركز الحجة هي عرفات حلق أيها الله تقايوه ماشا مالت السيالوت كلا يستاقو فلما كان مركي اللي قاري حين راحة حلق عرف اللي يستاقي لها قلن كيدا بي عرف اللي يستاقي لها بار روحته وحان راح وحان مارتي الله عرابي معه ابن عمر بان راعي سي عرفا اني سو تاقنو مركي سلادي دهور لتكذي حتى ايو اتا مركو يمي الامام امام كيبا يمي مرك حلقي دهور كيل لتكن لها عصر كبا لقاري حتى أتى الإمام إمام كبا يمدتك تكن لها وفصل له ولت كذا عبد الله بن عمر معه إمام كبا ولت كذا الأولى صلاة دهور دهور أي ولت كذا
يو العصر صلاة دي عصر وهي ما أنت عرفة حج كل حج يو ماشى مكة عرفة مرت ماشى الله يقان وادي نمرة مساج كوي نيل لقدر يسهل كاس أي نبي جمارة كتوكية صلاة دي دورية تي عصر مركا عبد الله عرس هسه سمين شري عدي مركا دتك إمام دتك حجزين يسا أي لا تكذي عصر كي يدور كي أنت أنا اللي استاجين مركا الجمل والرحبة يا عرفة ثم وقف ويستاجي عبد الله بن عمر ثم دو وقف ويستاجي وأنا أو وقوف عرف عيان بلوني وأصحاب أصحابه لي أنا جيس ونتني من أنا صاحبنا أنا جيل سو حجينا وين نستأجنا يو أنت صدق هذا صدق هذا قلبه نستأجنا حتى يو أيان نتأجنا ماشي عرفة أفاد وصعدي الإمام إمام كي لو دتك سيدا يو مغرب كي قبل كالكي وقول عي إلا مرك قبل دع على قد غاقة مرك منا مزدلفة الآذية وهبين كله هو يندونا أنت مرت المغرب يعيش اللي قلت كذا والله جابيو وفافضنا ونصاب مرتي ونسرق مني معه عبد الله بن عمر بان ولا سرق مني او انه مستلف قصص انا حتى ينتهى الا وكسو دمادي عبد الله بن عمر حتى ينتهى الا وكسو دمادي الى المطيق ماشي عريدغا وتدير عريدغا الا و سو غاري دون المازمين ماشي مازمين كلو يقانو ان ير كسو كيسا وا ميل اون دي يعني مرتي ودخايسا مستلفه اي عرفه او مازمين ليرهدو ماشي مطيق اي مرتي أي مرت أنت كسر كيسة أي سو جاري أو فأناخ هشي سيبو تي عبد الله بن عمر وأناخنا ينو يكون ده يعني أنا دينك إنه صحابي رسول كي سو جاري عالمة أنا نو أناخنا قيل يجي من أنا نتو إني ونحن أن نجو أو نحسب مودينا أنه عبد الله بن مسعود يريد عبد الله بن عمر يريد إنه دون يو أن نجو مودينا أن يصلي إنه تكذب ما كانوا حنسلنا هاي تلو ما مخرب كييو يو حسراعنا يا سلاة عشاي مركو هاشي سي فريسي أننا إليسا أن الله سعونا يو حرونا هاي وانو فريسي ونحن نحسب أنه مولينا أنه يريد أنه دونا يو أن, يص... أن يصلي أنه تكدو وفقال وحو كويلي قلامه ويلكي سيبا وحيلي فقال قلامه فقال قلامه قلام كي... يعني أدون كيسي الذي يمسك راحلته ننكي راحلة سو هاي هاشن لتوئيي نكي هجان كذا هي أيا وحكي أيا وحيري إنه عبد الله بن عمر ليس موهان يريد مدونا يا صلاة صلاة أدون كسيب نوشي حش قر كذا هي أيا نقول ور عبد الله بن عمر ماشي كنت كان مايو ليس هو قرنا جاي ولكنه لكن لو نقول ماركتي ولكنه وحدونا يا ذكر وحشاجي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى نبي مركو سو غاري الى هذا المكان وقت النبي نولا مكان مكان كان مركو مضيق عريضه مركو نبي سو غاري قضى نبي و هو غتي حاجته حاجته نبي انت هشي سي فريسيي او كدغي ايو كادي تغي او سو استجودو سو نوقدي مركا نبي سدان سبيي بو يدي قضى حاجته او فهو عبد الله بن عمرنا يحب وحجعليه أن يقضي إنه قط حاجة ديسة أن يقضي إنه قط حاجته ماشي نبغو كل حاجة قطي إنه سيد النبي سمي سمايو بوجعلي وين جينا دي شري يعني هي النبي جو حكى صوص سمايبا لكن عبادة ماها نبغو ميلو كاتين أتقول كذا عبادة ماها واسكم مباح وين جي هروش شغني لكن وحلو شغية سيس حافظ وش علاين نبغي يسكتي شري وحكى صوص نبغو سمايبا إن السماء رضوان الله عليهم رواه أحمد باوري حديثك ورواته رواد حديثك إن محتج وقار لحجيسته بهم يقى في الصحيح بخاري أيا مرتي صحيح وبخاري بعد الله إذا قال له جداي بل وحجيستي قال الحافظ حافظ المنذري وحيلي رحمه الله إلهي هون حارسته والآثار رادتك كسوى أروري عن الصحابة الصحابة رضي الله عنه إلهي رأى لها كهذا في اتباعهم راعدي مرتي اتباع عود الله النبي أي مرتي أي رائع جرين صحابة رضوان الله عليهم يوي اقتفائهم كده يشدو ده أي صحابة كده ينجرين سنته سنة ديسة شيخ وحوري كثيرة ويبضانتهاي جدا أدباني وبضانتهاي والله إلهي بقى موافقه عدة وحوافة سانة وقالك لقويه لا رب غيره لا رب مجره ربي كلو غيره أنا سقاهيني ربي هل كان نوحي نكجد قلينا الترهيب يعني عبسي لعبسي قليي تاهر الترقيب بهد
سنة النبي وهي هل كان واحد في جود قلنا الترهيب عبس قلين لأنه هو عبس قليي من أحد كي ترك كتجا السنة سنة النبي قفك سنة كتجي النبي كتجي محارب يتهرب مرت اللوجا بقيا وارتكاب البدعي إيه ترهيب كعبس لأنه هو عبس قليي هذا إنه الله وحان دين تيلا هي كجرين واكو يو الأهواء هوين كإن نسكرها عنه وحي كسو أروريبا هل كان إنه كجود قلنا صحيح هو حديث كيو علامة البنو صحيحي حديث كنا وحديث كسالية فرتنات أنا عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري قال رسول كوحولي صلى الله عليه وسلم من أحدث نينك سود الرية في أمرنا أمر كيجا الدين تيدا قفك كسو درة هذا الدين تيدا تنأ قفك كسو درة ما كسو درة ليس أن كمدهين منه دين توحان كمدهين أحد كسو درة وحي لرسولك فهو يسوك رد والوعلية الدون كانوا الوعي لنا يا قبر كانوا أم في مسوا الوعي لنا يا قيامنا الوعي لنا وحنا نقول يقف أهل البدع هو أهل النار لذلك الدين إلهي شيء عن دين كم ذهين أو بدعاء الوصدر وحرامي حرامي من مرت النبي وحده من أحدث قف كسو الدرية أسمى في أمرنا أمر كي يجن دين تيدن هذا كان ما كسو الدر ليس منه عن كم ذهين فهو يسق كاس رد ما نتقيه وشي على قدر فنيا حديث البخاري ومسلم باوريي وابو داود ولفته لفت قلنا ابي داود بس كله حديث ككله وحليه وابو داود باوريي لكن لفت ابي داود وحليه ولفته لفت ابي داود حوي من صنع عنك سمايه امرا امور قف كسمايه مسلمين تكمده على غير امرنا وان امر كي دين النبي محمد وكسو اروري احين قف دين تيده كسو درا فهو كاسر يمكن قبورها ان لا دسو ان ميتات كلا بريو إن مواليد الآخرة إن نبي الله احتفاله إن أولياء الله زيارته إن خرافات كهل عقل وسمائيه إن اللي راده بالباح حول الله قرية ما أنزل الله بها من سلطان إلهي كما سودة شن قرآن هي السنة صحابة دي مصمين رسولك مصمين تابعين تي مصمين تابعين تابعين وح الله لو حمانتا نمانك الصوفية ده يا أهل الشر يا هفرو محانك هذا ميل ستات تمانا يا قار محانك هذا بردو دم يا قار بردو إسلام عاية يا مصائب كي سمين يردمي وبدعو يا خير لا ونمو قال خايو حياه كصعدة قبلها موزي قالوا لي بي يا دمر كم حانك هذا نيكنا يا والعياذ بالله وحصل من واحد دين بناء وأن مرت ما أنزل الله بها من سلطان إلهي أن وحبك سود الجن فهو رد وابن ما جاء حديث كصوص ساري وفي الرواية الرواية للمسلم رواية المسلم وحيتره من عمل قف كي سمي عملا ليس أنا هين عليه أرن كاجود كيس أمرنا ننك عمل سمية أرنتيد وأنا كمد هين والنبي محمد أمر فهو كرد ما نتقيامه والوعلنية حديث كنتناد وصيح سقوني عن جابر وحلقوري رضي الله عنه قال كان وحوها رسول كبوي لجابر صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها إذا خضب مركو رسول خطبيه احمرت وحامد وحقدو دنشري عيناه لبدي سيندود مركو رسول كوحو عدي أيه لبدي سيندود باقدو دنشري وعلى صوته يعني عدك سنة كرب رسولك النقون شري صلى الله عليه وسلم واشتد وحاد كان شري غضبه عددي سايا مارتي أتكان شرتي يعني هي سوى ودتك كد مارتي أدي دايا وهي حمانة يدي باتو أدي قايا كأنه واحد موضي سنبي قمركو نوعدي أيو مندر مدي قايا جيش مندر جيش عيدا نوصو صعدا مد مارتي نوغد قايا أولي واركك قارا أوكلا أيو نولا هذي شري يقول وحورن شري صبحكم يعني هو حيد كوا بريستي عيدا بيد كوا بريستي ومساكم وحيد كوا بريستي عيدا كجارة أو كلا أي نورن شري أو يقول النبي وحورن شري صلى الله عليه وسلم مركو نوعدي أيو بعثت والي صوصاري أنا أنا إيو والصاع أنا إيو ساعدي لبضا يدبو والنا صوصاري كهاتيني سيدا لبضا فراض وكلا انت لبضا فراض كلا دنبيان يعني مرد سيدا يفرد حداس انت كلا ديري هين وقرة أي أنا إيو ساعدو عن كلا دنبينا ها هي أنا يا ساعد ساسا كلام بعسته أنا وساعته كهاتين بانو نهيبول أنا يا ساعد ساسا نسود وصعنا أنا إن يركسوه الرأي ساعدنا ويوحيكتا بني بقولين شري هو يغرن وحي سراع انشري بين إسبعيه لبدي سفرات بوسا يسرع انشري يسول لما ننشري الصبابة تاوح عيدة إيا والوسطى تادحة إلا رافر دحدة أيو سا يسرع انشري نبي صلى الله عليه وسلم هو يقول النبي وحي نور انشري مركو نوعدية يا صلى الله عليه وسلم ويقول وحي انشري أما بعد انتهاك قدال مياه فإن خير الحديث والحديث كوغو خير كبضان لي
كتاب الله كتابك إلهي، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هنونك وقو خير كبدن لنا وهدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أمورك وقو شرك بدن لأمور وحاو شرك بدن لنا محدثات عوينك الدين تلقو صدره بالنبي قولن شري صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة بدعة ما انتهينا النبي قولن جري ضلالة وبادي او هدي بدعة شيء الدين تلقو صدرتان ويدين بادي نساء. ثم يقول رسولك قولن شري صلى الله عليه وسلم انا انيقو اولى انيقا ايامارتي اولكو اه او اغمضن بكل مؤمن مؤمن كستا انا اغمضن من نفسي نفسي سانا اغمضن مؤمن كستا نفسي سا انا كغمضن او كغا اوليسا وكو من ترك رسولك وحولي ننكي كتغا مالا قف مسلم ومال كتغي فلأهله عرورتي سيد دمركي سعد حلايا يا أبيه هو يدي، ومن ترك قفكي كتغا دينا ننكي دين لغو ياشو مال اسكغا بحيانا انا حيسا مركو لنتو او طياعا اما عرور اغونا او عد مصاريف سيسا مرتي او ضياعا ننكي كتغا عد كفالة قادنا انا لهين، فإلي أنا كاسي هي مادو أنا دين تكب حنا يين تانو لهاي، وعليا أنا جاية أوبد كيسي يدمر كيسي أجوانتا هاي وحلا سي لوينا نبي وأنا كفالة قاضي يبورن شري مؤمن كسا رواه مسلم بحديث كوري وابن ماجي وغيرهما وياي اللي نبي وسجى دت كأردن دولديو حان كل هذا مرتبه وها أبيه هو يبي سجى وها صلى الله عليه وسلم. هل كم دحين إن حراي نقدر عيان أي نبوبيان رسولك النبي جاي كفالة قاضي شري سيا الدين تكبحن شري سيا بوقن شري سيا قاعد تكودي شري. حديث كنت أنا يكواد وعن معاوية رضي الله عنه قال وحب معاوية مرتي اللي جوري قال إنه يدي قام وحي استاجي فينا دحدينا رسول الله رسول كريم ما المال ما كم ده استاجي، وفقال الرسول كي بوحي نيدي مركو دحدي ده استاجينا وعدي ياي ألا هو ياي إن من كان قبلكم إن من هذه قبلكم إنك يذكرني ومن أهل الكتاب نمن كي أهل الكتاب كهي يهودي النصارى أيدين كي ذكره وحكمدها مرت افترقوا وروحوا يري النبي قال هو ياي إن من كان كوي هذا قبلكم أيدين كي ذكره من أهل الكتاب ها كوي ذكره أهل الكتاب كهي يهودي النصارى افترقوا دين تودي بيسكو خلافين افترقوا ويس خلافين وحيسكو خلافين على 72 فرق ملة دين تودي وحيكدجان لبية تضوات دينود أما لبية تضوات دريقه أو مركي بدعة مرن يشر مرن دين تودي كدران أي كدجان على 72 ملة لبية تضوات كوحود أو دين مدو لبية دين قارة يدريقة قارة هستمعي نقدان. وإن هذه الأمة أمد النبي محمدنا مركنا نقول قيري ودبو رسول كوري صلى الله عليه وسلم ستفترق ويأكل بحي الدونتا ويسو خلاف الدونتا على 73 صدحية تضوات أي سو خلاف الدونتا أو محنك هذا دينود أما فرق وكو 72 لبية تضوات كم دي صدحية تضوات كا في النار النار تأي قليا اللي لبية تضوات كبا دين تي نبي محمد ليمي دينا نهين بيكو عمل فلي دونانو بدعوية خرافات بيكيني دونان. وواحدة متقرة مرتي وواحدة مرتي وواحدة متقرة وواحدة متقرة أيا في الجنة جنة قري دونتو محان قرى دماركتي وهي تاسنا الجامعة دريق نبي محمد هاي ستا قرآن كي كتاب كي سنة لسوسي هي دريق نبي محمد كو عمل فليس مركة وعيد كقفكو هدو سنة كلا يحضو وأهل البدع نقض لباتوين كدن بيا أي حديثة نينو شيقيان رواه أحمد باحديث كورية وأبو داود وزاد في رواية روايات كلمة حكو زيادية وإنه أرن كيشان نقوحو يهي سيخرج وحا صابح دونا في أمتي أمد إذا وحا كصابح دونا والنبي يقول أقوام ضد با أيا كصابح دونا أهل بدع لك اللي تجي دونتو بهم يقال هواء داد هوا دودو أي لك اللي تجي دونتو يهين كصو داري دونية بدعو أيا أمد إذا كصابح دونا كما يتجارى سيدا يقولتك تو كما يتجار الكلب سيدا محانكو رادا ايجي اولتاقو بساحبه ايجي كلا اي قنيني اي ساحب كيه ايدو مارتي مركا قارا اي حنون قبان كي حنون كي قبي مركا متكلا او مارتي عافمات قبا ايو قنينة
لأن أي رابي هذا قبي كي وقنيني با يستر رابي هذا قادة أو سيدي كي ونقضي بو كي نقضة وواشا أدو يمك أي رابي نقضه أو محام كورا دا حانو كرابي دا لأو كورا أو أي دا كلا أي قنينة كينا مركزو حانو كي ومد نبي يو حانو كسو بحدونا ومدو هودو دا انت راعان أي دا كي كلا ندوف سنة يانو كي هودي سر راعصنا أهل بدعها بعضتي كلا هودي ودر راعصينا كما يتجارى الكلب سيدا أي جي ومرتي ولتقو بساحبه ساحب كيسي محان كورا الرابي هذا قبل مركو قنينو وسيدي مارتي ونقضي يسوق من نقضان وحنون كي اي سوقات سيان ولا يبقى منه باقي مارتي ولا يبقى باقي كنغون مايو منه ايجا ايجا قنيني عرق يعني هي مارتي حدد باقي ونغون مايو ولا مفصل كالجويس شركيس كالجويس كم اذا باقي نغون مايو الا دخله حنون كا قنية ساحب كي قنيني وقليا سيدا يعني مارتي كما يتجارى الكلب كما يتجارى الكلب سيدا يقول لك تو ايجي بساحبي ساحب كي مركو ساحب كي قنينو حنون كي بوقات سينيا ولا يبقى مركا اي جاس باقي كان ربما منه حقي عرق يعني كالجويس باقي نقول ما الا دخله حنون كي وقنين سيبا ودقليا مركا اهل البدع وساسي يسدوا في صدانو بدعاده سوقات سيان سيدا قنينو وحنوك وقاسية والعياذ بالله ساسو اي حديثك قوله الى الكلب اي بفتح الكافية واللام قال الخطاب وحولي هو داء ومارتي وحنون بيولي كما يتجارى الكلب سيدا مارتي حنون كي ولا عرره بساحبي ساحب كي مركا ومارتي يعني وقنينه او وقاسية يوجي ده هو داء يعرض مارتي حنون يعرض للانسان انسان كي لو سو بندقه ومحو حنون كاسكي مادا من عضة الكلب من عضة الكلب الكلبة مركو ايغو ايغ قنينو قنية ايو مارت اي حقي كاهات اي حنون صنع يهدو مارت قنينو حنون كاس قال وحلو علامة ذلك ايغا محنكو حنون كاو قابو قال وحلو علامة ذلك علامة دي سو حوي في الكلب ايغي مركو علامة دا ايغا قنيني ومارت قابو حنون وعلامة ذلك في الكلب أن مرت أن تحمر إني جدود توي عيناه مركو أيجو حنوك كرعه لو دي سين لود باق جدوده هدو مرك أيجي يا قفكي وقنيني بق إندي سوي جدودنا ين ولا يزال كزول ما يبولي يدخل ذنبه أيجو مركو حنوك قبينه دبدي سدح جليه بين رجليه لبدي سعجود حيسه بو مرت أيو دبدي سسوق جليه فإذا رأى إنسانا مركو قف أركنا ها صاوره وكبو ده اللي هو اي مارتي هو اي قابو كعه مركا وحولي وحا صابح دون امد ايدا اقوام ضد تتجارى بهم ودو يهل يبدع عدو اي لتقي دونتو كما يتجارى الكلب بصاحبه سيدا ايقو مارتي ايقو قنينو وحنونك وقادسيو اما ايقو حنونك قواقفك سي هلكي ايقو كلمرك وقفك حنونكي ومارتي وكوغاني ومركا هد أنا هدي أي تهاي حدد إيه هدي مفصل أي تايبة مركا حنونكي وقولنا ما ظل سوق أهل البدع بدعوين دونا أي آخر سبب كي من دونا برسول كويلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث كان دمنا واصحيح وحديث كنتني يلا بعد ويه سداد حديث بين وغاري إلا اللي إحنا كينو قارسينينا وعنا ببرزة صحابي قال أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري قال وحول النبي إنما أخشى عليكم وحان دين كبقى يا أبو رسول كوري شهوات الغي لمدة شهوات كيدي أيان دين كبقى يا في بطونكم على علوشين أحارا أنتان حولها بوبتان إنما أخشى عليكم شهوات الغي بعددة شهوات كيدي في بطونكم علوشين أكب حستان حارا أكدركتان أيان دين كبقى يا وفروجكم شهوينك محان كورا دا مارتي هو دا فرجيين حلاشان دونتان الزينة دا إيه حمانتا إيه محان كورا دا لواتك إيه محان كورا دا مارتي وحا حلاشان دونتان أيان دين كبقى يابولي ومضلات وحلمية إيه إسقاواني دا إيه خمرة دا إيه هيسها
iyo maxaan ku dhada maartay xumaanta maartay ah xalaashan doontaan hawooyinka mudilaadka ah ayaan idinka baqayaa bu rasuulku sallallahu alayhi wasallam rawahu ahmad baawriyay wal bazar wad dabarani fi maajimhi thalatha dabarani ma saddexdiisa mucjam ku wariyay macnaha mucjamka kabiirka iyo awsadka iyo saqiirkaba wa bacdu asaaniidihim xadiiskan asaaniidiisa qaarkiina ruwaatuhu siqaatun weeye xadiiska konton iyo saddexaad waa xasanu liqayri weeye sida albaani uu sheegay waana an anas ibnu malik radi allahu canhu can rasuuli illahi wuxuu ka wariyay qaala inuu yidhi wa ama almuhlikaatu kuwa u xalaagamiya marka sunnada laga tago oo la raaci waayo fashuxun waa bakhaylnimo oo mudaacun la adeeco fashuxun waa bakhaylnimo oo mudaacun la adeeco wa hawun iyo hawo oo mutabacun layska raaco marka kitaabkii iyo sunnadii laga baydho inuu qofku hawada iska raaco waa hawun mutabac wa icjaabu lmarci ta saddexaadna waxa weeye inuu qofku wa icjaabu lmarci qofku maaratay binafsihi qofka naftiisu inay cajab geliso oo uu soo arko wax dadka ka sarreeya oo ka qurux badan oo ka caqli badan oo ka balaayeysan inuu soo arko waxyaabaha mudilaadka hawooyinka ayay ka mid tahay rawaahu basaar baa xadiiska wariyey walbayhaqiy waqayruhuma wayaatii wuu iman doonaa bitamaamihi fii intidaari salaah salaada jamaacada in masaajidka lagu sugo ayuu ku iman doonaa fadligiisa in shaa allahu tacaala xadiiskanna waa saxiix weye afar iyo kontonaad waayahay can anas ibni malik radi allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxu uhi sala allah slam ina allaha ilaahay xajaba ina allaha ilaahay xajaba alla wuxuu u diiday atawba inuu toobad keeno ilaahay wuxuu u diiday can kulli saaxibi bidcatin saaxiib kasta oo ahlu bidca ilaahay baa toobaddiisa u diiday xataa iyo yadaca ilaa uu ka tago bidcatahu bidcadiisa dadka inta badan aan toobad keenin waxaa ka mid dadka ahlu bidca ninka iminka zinaysta ee sariqo sameeya walciyaadu billaah ee beenaalaa ah ee waxdila ee xaaraanta cuna wuxuu sameynayao dhami inay dembi yihiin uu isogi lidaalika uu warwaraya oo uu baqaya waxaa la rajeynaya maalin maalmaha ka mid a inta uu toobad keeno inuu qof saalix oo wanaagsan noqdo laakiin ninka ahlulbidca ee ilaahay qeyrkii u yeedhanaya ee jeylaani baryaya ee nebiga been ka samaynaya ee muusiga iyo dumarka niikinaya odhanaya ilaahay baa loogu dhowanaya janna lagu gelaya weligii toobad keeni maayo maxaa yeelay bidcadan uu ku camal falayo ayuu diin u arkaa lidaalika dadka iminka mushrikiinta ahee ee tembellada ku jira ee asnaamta caabudaya ee ooyaya ee jiisas tahaya intay toobad keenaan way yarta inay hagaagsan yihiin marka bidcadu wax ka xumi adduunka ma jiro ninka xumaan sameeya ayaa ka dhow ninka ahlu bidca laan ninka xumaanta sameeya khamrigu inuu xun yahay oo zinadu xun tahay oo aidis laga qaadayo oo naftiisa aanay u wanaagsanayn oo wuu garanaya laakiin cibaadada baadilka ah qofku siduu wadadii u hayo buu ilaahay la kulmaya finish dadna naarta jahannabu gelaya lidaalika baa ilahay wuxuu yihi ina allaha ilaahay xajaba towba ilaahay toobadda wuxuu ka xijaabay can kulli saaxibi bidca mid kastoo ilaahay qeyrkii caabudo oo bidco alle ku caabuda ilahay baa u diida xataa iyo yadaca bidcatahu ilaa bidcadiisa uu ka tago ilaahay maaratay toobadda uu ka xijaabaa oo iskuma soo baxaan rawaahu dabaraaniyu oo isnaadahu xasan xadiiska kale waa shan iyo xadiiska shan iyo kontonaad oo saxiixa can cirbaad ibnu saariya radi allahu canhu waa xadiiskiinu caawa ka bilownay saxaabigii wariyey baa wariyey qaala wuxuu yihi cirbaad ibnu saariya qaala rasuulku wuxuu yihi sal alla slam iyaakum idinkaan idin kala digaya iyo walmuxdathaati waxyaabaha bidcooyinkii lasoo diriyo faina kula muxdathatin mid kastoo lasoo diriyaa dalaalatun waa baadi ku baadiyeynaysa rawaahu abi daawuud iyo watirmadi wabni maaja wabni xibaan fii saxiixihi wataqadama bitamaamihi binaxwi maxaan ku dhahdaa baabkii hore ayaynu horeynusoo maray xadiiska waa runtii xadiiska lix iyo kontonaad waan cabdillaahi ibnu camar ibnu caas radi allahu canhuma isagii abi bee la rali ka ahdee qaala qaala rasuulku wuxuu yihi sal alla slam likulli leeyahay hee shiratun dhimbil buli qofku marka uu ilaahay u toobad keeno ee diinta iyo axaadiista dhegeysigiisa uu bilaabo muxuu sameeyaa iimaankiisa kor noqdo likulli camalin camal kastaaba wuxuu leeyahay shiratun dhimbiil ayuu leeyahy
qofku markuu diinta ilaahay qabsado ee gabadhu xijaabka qaadato ee wiilku yari garka la baxo ee sunnada nebiga uu dareemo ee qur-aanku u dhadhamo cirkaasuu aadaya shira dhimbiil baa ku dhegaysa diin jacayl daraaddii walikulli shiratin dhimbiil kastaana waxay leedahay fadratun maray soo dhacdo oo ay daasho oo dambas noqoto walikulli shara dhimbiil kastaana fatratun meel ay daasho oo dhuxushii dabkii intay dambasaysato ay dambas yeelato oy gamaarto ayay leedahay ee faman axadkii faman axadkii kaanad ay ahaatay fadratuhu markaa sharadii intuu kaalku galo faman kaanad fadratuhu axadka daalkiisu noqdo ilaa sunnati waan bidca gelin diinta ka tegin laakiin waxoogaa diintiisii bartankeeda iska fadhiista sidii hore uma firfircoona laakiin ahlus macaasi maaha ahlu bidacna maaha wadaadnimadiisii iyo salaadiisii iyo qur-aankiisii iyo ayuu ayar maratay ku daalayo maratay taasu maratay ayuu ku daalay faman kaanat ninkay ahaatay fadaratahu daalkiisu ilaa sunnati sunnadayda nebigu saasuu yidhi faqad ihtada kaasi waa hanuunay ila qofka bini aadamkii marka uu firfircoon yahay ilaa markuu maratay weligiiba firfircoonada ku dhiman maayo ee waxoogaa uu yar daalaya marka ninka daalkaasi sunnadayda ku dhex daala kaasi wuu hanuunay waman kaanat kay ahaatay fadratuhu daalkiisu ilaa kayri dalika ninka daalkiisu sunnadii nebiga ka baydha iyo qur-aankii ee daalkiisu noqdo inuu ama siyaasi noqdo ama macsi galo ama maxaan ku dhahdaa riba cuno ama dhul gaalo u tago ama muusig iyo maxaan ku dhahdaa maaratay kuwa niikiya noqdo yacni ninka daalkiisu uu noqday waxaan sunnadii nebiga ahayn iyo diintii ilaahay ilaa kayri dalika faqad halaka kaasina waa halaagsamay ilahay waxaanu weydiisanaynaa sharadeenna ka gadaal ilaahay subxaana watacaala inuu diinta ilahay nagu sugo ilahay saasaan weydiisanaynaa rawahu ibnu abi caasim wabnu xibaan fi saxiixihi xadiiska 57-aad rawahu ibnu xibaan baa wariyay fi saxiixihi aydan min xadiisi abi hurayra ana nabiya nebigu wuxu uhi sala allah slam qaala likulli camalin camal kastaaba shiratun dhimbiil buu leeyay shira walikulli shiratin daal ee fain kaana hadduu yahay saaxibuha dhimbiishaa sarraysa markii hore diinta uu ku bartay qofka saaxiibkeed maaratay hadduu maaratay hadduu yahay fain kaana saaxibuha saddada mid toosan hadduu noqdo oo waqaaraba sunnada nebiga ku dhow waa kow farjuuhu kaa khayr u rajeeya qofka marka uu daalo daalkiisu kitaabkiiyo sunnadii ku daala khayr u rajeeya waa kow wain ushiira ilayhi haddii lagu ishaaro bilaa saabici farax kalahaa kasoo degay dabeedna dariiq kale iska raaca naagihii buu iska raacay gabadhii rag bay iska raacday way isqaawisay xaanudada iyo khamrada iyo kalaabyada iyo aflaanta iyo bornografiga iyo ribada iyo xumaanta waxaasuu iska dabaashay waynu shiira haddii lagu ishaaro ilayhi xaggaa bilaa saabici faraha lagu ishaaro makii aar bilo hore addiin ugu dambeysay goorma mberig wadaad kaan jiraad sheegaysa waar waa kii maaratay ka jaqaafiyey waynu shiira haddii lagu ishaaro ilayhi xaggiisa bilaa saabici faraha haddii laysugu tilmaamo lumidda uu lumay daraaddii nebigu wuxuu uhi falaa tacuduuhu ha tirsanina kaa ha tirsanina waa nin fogaadee sheekhu wuxuu yidhi ashiratu shiradu maaratay bikasri shiini shiinka in la hoos dabo almucjamata dhibcaada leh wa tashdiidu raa'i raadana la shado wa bacdaha taa taadii la yimaado maaratay taa utaaniis shira oo taa utaaniiska maaratay dhadig laga dhigo waa dhimbiile hiya iyadu nashaadu waa firfircoonida iyo walhimatu himada sare qofku markuu diinta u hayo wa shiratu shabaabi ninka shabaabka ee dhallinyarada ama gabadha dhallinyarada dhimbiisheedu waxa weeye awaluhu marka uu yar yahay oo maaratay iyo waxidatahu ee uu diinta yacnii afka leeyahay xidada yacnii waxidatahu marka uu afaysan yahaye sida midi af leh oo la soofeeyey uu sidaa maaratay diinta u jecel yahay weeye xadiiska 58-aad an anas radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man raqiba can sunnati man raqiba nin qofka naca can sunnati sunnadeeda qofka naca raqiba can
وانا عيد رقيب فيهنا وشعيل رقيب فيها ديس رعان وشعيل رقيب عنها ديس رعان وانا عيد من رقيب قفك نعه عن سنتي سنة إذا قفك نعه نبي وحوري فليس مني قمد ماها حديث كان إمام مسلم بصوص صاري حديث كنتني سيارات وصحيح يسقونه عن عرباد المصاري رضي الله عنه أنه سمع وحكم غلي رسولك يسقوا له لقد تركتكم وحاني ديك جتجي على مثل البيطاء والضدي عضي مثل البيطاء تي عضي مثل كيدي يوكالي بار رسولك ديك جتجي بودي ليلها هبين كيدو كان هاري السمان انت يوكالي تاي طريق عد وقرآن سندي وعد بان ديك جتجي بودي مرت مثل البيطاء يعني ديك جتجي يو ليلها هبين كيدو وكان هاري هاي وي توان جدا ميد هبين كي كان بانسا مايا مالتي ميد كان بانسا مايا هاي ويغا سكران كي تيبر رسول كولي ليلوها هبين كيدو كان هاري مالتي وكري هاي لا يزيق كل حن مايا وددا عنها دريقة حقية سكل حن مايا وكان بان مايا إلا الهالك مثل أكسمي أو شيدان كحيسي مو يعني رواه وحاوري حديث كنا ابن أبي عاصم في كتاب السنة بيستاج حسن بكوري كان هو صحيح لغيره يو حديث كعاو قدنا بين آخرين دونوي عن عمر ابن زرارة عمر ابن زرارة أي وحو لغوري قال إنو يليه يقود كيغا عبد الله با استاغي يعني عبد الله المسعود با أي قود كيغا يسسو تاغي وأنا أنيغو أو أقص أنوشا كينا هي أو له هللوه واربق الشر لا إله إلا الله دها سبحوه واربق الشر سبحان الله دها كبروه واربق الشر الله أكبر دها أنا ضدك كالدل بنايا ودكري أن يسو جيني سيد الإسلام هو مركي هذه الشر جيري ده مركي الله تقوى ذكر كإسلامات تصبحين على بلا صور الرياء وأهل بدعوا دتكم مركي دنتان إن تصبحين من لا والله بقول يكون كنا لرهدو قرب 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 يعني هو واحد بدعاء وملكة وإن نقرني نبي قلنا ما أمرين حديث كان بانا ودليلة صحابة أنا مرت يعني وقاد بيقول يا من مركي عمر كاركين ويودي ذي لكن وحش الدام كوقفك تشعليسين أيو أدون لأن الشيطان بقى وتوحيك على سينية. مركا نيك على عمل من زرارة أيه وحده حقود كي جسوت هاي عبد الله المسعود الله صار شجعي وحن صبينا يو. وأنا أقص أنا أقص هذا وضاء ضد كيلو مرتي وتسبيح أنت لها وأنت تكبير لها ومرتي وحي تكبير يتسبيح أنه ترينيني لك حان يو لا فكو ترينينا أيش كي سودو تاجي وفقال وحده يا عمر بن زرارة عمر بن زرارو ور عمر بن زرارو لقد ابتدعت واحد سميستي لقد ابتدعت بدعو ايا لتمي واحد سميستي بدعو لقد ابتدعت واحد ابورتي بدعه بدعو او ضلاله لمد اه بدعو بادئه ايا لتمي بويري او انك اما ادغو لا هدا ادغا بكهنون بدن من محمد محمد ادغا كهنون بدن يا اصحابي والله بقود من بور عمل كذا سميستي محمد مصوين اصحابنا مصوين إن أدوك أنت الجوع يودي النبي محمد يسحب سكانه بضنتها هي إن أهل البدعة هاي اللي بضعوا مدبور وأنا تي لأن النبي ماها مركوعي لفلقد والله رأيتهم عبد الله عمر بن زرارة وحيدي فلقد والله رأيت وأنا ركي هم صحابة يدي كوي لجوجي إن الله وربقل شير سبحان الله ده بقول الله أكبر أن لا وحان وذقوشن إني بدعة أيان أركيو تفرقوا عني مركي عبد الله المسعود كان يا عي إلى والله أنا قبص ضيع سحابي جليل بايمي وبدعدي وحان ودوريني مرتي وأنت تدخل قلبي وتسيق ينا ما أنت وداد وداد حشيك كلام جلو مرتي حشية إيو دمر كم ملايين كيو دجنك قبيل اللي سوق جيني يي إيو كوا الضعدنا يي إيو كوا جنك الغصة اللي ضيع إيو يعني وحياة بها بدعة النبي محمد أنا لقيت سوق قاعدين يا خرافات كي يا هلاك ما أنت قار علماء شجعنا يا مرت إدتك كل هلاكين ون مدو اللي بقول لي كهذي أو أنتو حاله برتوا روحان ووحان السنة دي نبغى هيني دمر كان مدو اللي بتشين كجار كي كتره يسوق هيني وارأذقون تشين كهكوش قيسن والإلهي كبق وردت كم حان قرأت القرآن كله وآخرين شري يسوق جارجار الله يسوق آخريو واركدة كير ما يعني فلقد رأيتهم باركيبول كواس وأنا أركيبول إدتك إلى تجوعيو تفرقوا إيجاي عني حقيقة حتى رأيت أنا ركي مكاني قبتي أن تجنايو ما فيه أحد أحد بني ليش يقول
اللي عبد الله بن مسعود بركان. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح. قال حافظ عبد المرت قال حافظ عبد العليم ابن منذر روحه يلي. وتأتي ويمن ضغط أحاديثنا متفرقة كلد الدول من هذا النوع في هذا الكتاب يكون ضغط إن شاء الله تعالى هل كعاوة هين وجوجو هبين دبي وحين كبلا بدونا الترقيم في البداءة بالخير ليستنى به أين كبلا بدونا حديث كوي الحينات هل كهين وجوجو شير قرية تيدان كبحين. والله أعلم وأحكم وجزاكم الله خير لما أنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهين بركاته.